الو مين؟ رامز؟ بونجور. لا اخي سامي بعده نايم، الماما وبابا ظهروا. لا ما فيني اظهر، عندي شغل ودرس. بعتذر عن الرحله. قلت لك خي سامي بعده نايم. الله يحفظي. نعم. ويرد الحسيد عن جمالي. اهلا وسهلا. حضرتك بتعرفني من قبل؟ معلوم بعرفك. من وين بتعرفني؟ هيديك الساعة جيت دقات على الباب وما حدا فتح لك. ما حدا فتح لك وتعرفت علي؟ ها اصلا نية. كيف ان هالعيال؟ اي عيال؟ بيك وامك. اذا ما بتقلي مين بدك رح تتفضل تطلع لبرا. بدي الخواجه يغنوا. كون بابا. غنيمه. شو هالغنيمه؟ يكون الخواجه يغنوا بيك. مين حضرتك؟ ادوات النشيد. نشيد بشو؟ بسياسه الغرو. حصلنا شرف. شو بتريد؟ في انا نازل من الضيعه مشان اشتري رزقتكم اللي بتضيعوا. اي رزقات؟ وفي ورباتني في جلان بور لخواجه بيك. وانا قلت بيجي بيشتريهم مشان توسع الزريعه. ايه البابا غايب. بابا غايب؟ نعم. والماما غايبة كمان. يعني انتي وحديك؟ مين يا ودار؟ رجال من الضيعة، شواربو موديل فرانكونيرو. حلو. صوت مين هالابن الحلال؟ هيدا منه ابن حلال. لكن مين؟ يكون اخوي. افتكرت ابن حلال. ايه ما بتفتكره ابن حلال. اقولك ببيعنا الرزقات؟ لا. لكن مين في بين الرزقات؟ اسأل بابا. وينه البابا؟ روح قهوة آخر الشارع يمكن تلاقيه. ايه خذك. مع السلامة. يعطيك العافية. مع السلامة. ايه يعطيك العافية. مين بدي؟ رجال عم يسأل عن البابا، دليته على القهوة. ليش البابا بعد ما رجع؟ لا والماما كمان. كان المفروض يطلع اليوم قصة المدرسة. وأنا من جمعة بجرب شوفه ما عم بقدر. بالقهوة. يلا كل يوم بالقهوة. نفس الحكاية مثل العادة. كل يوم نحن بالقهوة. نفس الحكاية مثل العادة. بعده جديد هون ما تقاوم. ايه قنينة جديدة يا جديد. راح الحمد لله على السلامة. ليش شوفني؟ في خبر بده يهز الحي. عم انتخابات؟ لا كله لا شيء. خلينا بعيد عن السياسة الله يخليك. شو صار؟ إذا خبرتك ما بتخبر حدا. وأنا مرتي غرناطة. شو بيه؟ مستقيمة. لا ايه شو هالكلام؟ وحياتك غرناطة مستقيمة. لك اخر مرة ولدت مرتك من 20 سنة. ايه وما عدت 20 سنة. ايه شو رأيك؟ لا منك قليل ابدا. يا جديد يا جديد. نعم. وين صارت القنينة؟ أجينا اليوم بكثرة. يا قي أنا عم بشرب من مالي.
روح جيب قنينه وحطينا قضامه وعرق ملفوف. يا ملفوف. يا معلم غنوم بيت مرتك اجت لهون وترجتنا ما نصي غرناطه. نعم. وشو خص غرناطه؟ شي مره انكسر لك عندي شي فاتوره؟ ما بعرف، انا من يومين هون وبس. طالما انت جديد روح جيب الطلب وبس. يا معلم غنوم ما برضى ابدا. روح جيب قنينه وحبتين قضامي. صار الدفع سلف. تفضل. صاحب المحل وصاني صار الدفع سلف. تفضل. انا هذا حظي، انا دائما بتتعرقل بوجهي. انا رايح على البيت، جيب الشنطه وارجع. النظام نظام. زين زين. اوعى تروح مطرح. شمال على مهلك. ما بتعرف تسوق؟ انا ما بعرف سوق، انا حامل دفتر من 20 سنة. ايه على مهلك، بكره بتتحول. انت بدك تعلمني؟ روح روح. سرع سرع الموت اسرق. وين حضرتك؟ شو بتريد؟ ما هون الخواجه غنوا. مين؟ غنوا. غنوا؟ مين؟ غنوا. معك مفتاح. معي مفتاح. رناطة كيف جرى رجع عالبيت؟ رناطة عملتيها؟ رناطة سألت عنك بالقهوة قالوا لي مش موجود وين كنت. اخ بس اخ اخ، لو ما تكوني مستقيمة. بس شو كنت بتعمل؟ بس بسيطة، انا قلبي طيب. بتاكلي فول؟ ما لقيت تهديني الا فول؟ هلا بطلت تحب الفول هلا؟ اللي بالاول. خير ان شاء الله. شو في جاي الطبلو زمر؟ شو في؟ شو في ها؟ رحتي حاربتيني بالقهوة قدام كل اصحابي، وحكيتي بحقوقي انا جوزك من 34 سنة وشهرين. قولي في بين بعضنا خبز وملح. انا ما كنت زعلت لو ما تكون ايام انتخابات. ما بقى فيي اتحمل. ما بقى فيك تتحملي. يا دي عم بطلوني الكحل اللي انخزق بسببك ليله العرس. نسيتي؟ ريتا ما كانت هيك الليله. ايه ونسيتي وقت اللي فزيت على تراسينة بيتكم وعلقت في الزيتونات وضعت 4 ساعات. لا ما نسيت، يعني شو بتريد؟ كل هالشي كان كرمالي. ريتا ما كان هالشي. ايه يعني ندماني؟ نعم ندماني. اخ بس اخ اخ، لو ما تكوني مستقيمه. بس شو كنت بتعمل دخلك؟ شو كنت بعمل؟ كنت بردك على بيت اهلك. بتردنا؟ تفضل ردنا. ومين خبرك اني مستقيمه؟ اوعي اوعي طلعينيكي الزاب قدام الناس. اخ اخ منك اخ. لك يا عمي شو هالبيت اللي ما بقى يسكن؟ انا جاي اخذ الشنطه وروح جاي عاتب. يقطع هالحياة وساعتها ان شاء الله. وصاير البيت لوين رايح؟ رايح انسى انك بردي. هيك تخبريني حضرتك وين كنتي؟ لا حسبت انك بتقدري. اتركن. اخ من هالحياة. ماما؟ نعم. اذا تجوزت رح يكون اني رجل مثل بابا؟ نعم. وإذا ما تجوزت رح ضلني بالبيت عانس مثل خالتي مرمر؟ نعم. يقطع حياتنا نحن البنات. ايه. ماما. نعم. بدي خبرك شيء. اتفضلي قولي. من 4 أشهر تعرفت على شاب صحفي اجى يعمل تحقيق على الجامعة. وبعدين؟
وصار في اعجاب بيني وبينه من يومين صرحنا بحبه. صحيح. وقال بهاليومين رح يجي يشوف حضرتكم حتى يطلب ايده للزواج. فرخ البط عوان، ما انا عارفه بدي يهجم نصيبك بكير. ماما قولي لي بالاول ماسك معه؟ المهم انه يفهمه افهمه. ايه ان شاء الله يطلع حظ كبير يا بنتي، تتنتقمي لامك من اولاد ادم كلهم. كلهم؟ لاجل بيك غنومه بس. تسمع؟ نعم. انت هون جديد؟ نعم. واشتقنا لك. ولو انت جديد هون وبتسلم علي؟ امبارح قلت امبارح كنا سوا. كنا سوا؟ نعم. ودخلك خبرتك؟ عن شو؟ عن مرتي غرناطة. لا. بيصير بدك تخبر بلاها. ولو مالك ثقة فيي؟ مرتي غرناطة مستقيمة. حاش تحكي؟ ايه وبعدها بتدق كبة وما بيهمها. الله يحرسك. الله يسلمك. تقبرني خيي جميل، اوعى تخبر حدا. انا مني جميل. ايه ايه صحيح بتوخذني. كاسك خيي كميل. انا مني جميل ولا كميل. يا ما بيصير. صحيح؟ ايه قولك انا ما بعرفك. كيف ما بتعرفني؟ امبارح وصلتك على البيت. قديش عمرك؟ 30 سنة. إذا ما بعرفك. أنت أمين مدير القهوة؟ أهلاً. كيفك خي أمين؟ أهلاً. أهلاً فيك، أهلاً. 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 ما قلت لي يا ابني. نعم. أنت أمين مين؟ أمين المعلم. آه، أنت أمين المعلم؟ أيوة. سلامات. كيفك؟ كيفك يا ابني؟ الله يسلمك، كيفك أنت؟ قول من الأول إنك أمين المعلم. من جمعة كنت عم بشرب أنا وبيك. بي توفى من سنتين. لا. الله يرحمه. كان حاسس بنهاية عمره يا حرام. من 20 سنة هو قال لي بده يجي يوم وموت فيه. كل انسان وله نهايه. الله يرحمه. رجال كان بيك، رجال. كان يركب فرس، كان يغني عتابه، كان يلعب سيف وترس. بي ما ركب فرس بحياته. ما بيصير. بي كان شوفير يسوق اوتوموبيل. هذا هو يا ابني اللي بيركب اوتوموبيل مثل اللي بيركب على الفرس. والشوفير شوفير، ان كان على ظهر الاوتوموبيل ولا على ظهر الحمار. بتعتقد؟ طبعا. دخلك يا ابني، انت بيك ما كان اسمه لطيف؟ لا، كان اسمه رموز. انت ابن رموز السنكري؟ ابن رموز شوفير المعلم. شوفير شو؟ شوفير؟ كان سوق شوفير اوتوموبيل يعني. رموز معلم، رموز كان شوفير. وشوفير رموز. وعدكم غلطان يا ابني. يا خي ما حتحل عني بقى. ايه نحل عني. يلا ما زال هيك. انا لا بعرفك ولا بعرف ابوك ولا بعرف اخوك ولا بعرف امك. كأني ما بعرفك ولا بعرف أبوك ولا بعرف أخوك.
بالفعل، لكن وقتها بيسمح لي ما بدي اوقاتي معك. طيب وشو فيها؟ كل البنات بترافق الشباب. بعتذر، انا ظروفي ما بتسمح لي. انت دائما عندك تحفظ وانكماش، ليش ما بتحاولي تتصرفي وتعيشي وترقصي وتحضري حفلات مثل كل بنات اليوم؟ مزاج. من كل ثانية. الله يحفظك وينصر شبوبيتك وفوت جو. رجعت؟ رجع ليك. ليش ما تلاقيت فيه بالقهوة؟ تلاقينا مع بعضنا ورجعنا ضيعنا بعضنا. ايه بعد ما رجع. اسمحي لي امشي. بعد بكير هلا بيجي الثاني. طيب قولي له سألت عنه يبقى يلحقني. لوين؟ هو بيعرف. وين روح؟ طبعا. يعني هلا فضلنا انا وياكي وحدنا؟ نعم. شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ ليش العالم ما بقى فيها تقعد مع بعضها؟ وبركي اجى بيك. واذا يجي؟ معك حق، اذا اجى بيك ما بقول له اني انا ابن عمك. على كل حال بابا ما تعود يرجع على البيت ابدا الا بعد ما يطفي السكر. صحيح. كل اسف. اولي كيف بدنا؟ ببيعنا رزقات وهو سكران؟ بجوز كل اعمالها كان يعملها هو سكران. وتجوز هو سكران؟ يمكن. من هاك طالعة طويلة وحلوة. طويلة وحلوة؟ ايه بتجمعي قنينة حليب السباحة مش شمران. انت كمان بتفهم بهاللغة؟ انت اجي شفتها. عظيم. ما قلتي لا، عاد بده يرجع معي. ما بعتقد رح يرجع. والماما؟ كمان ما بعتقد. يا طيب وكيف بدنا نتفاهم على الرزقوف؟ رجع على القهوة، أكيد بيكون رجع. على القهوة؟ إيه خط. أدواء من مواليد 38 ميلادية. وحضرته بيكون أخوي سامي من مواليد 48. إيه تشرفني تشرفني تشرفني. يغزي العالم يغزي العالم. للحيو بيش معي الكيس خيل عنينا. وين حضرته؟ رجال اجى سأل عن بابا. بابا بعد ما رجع؟ لا. وماما؟ لا. رامي بابا ضروري. اجى رامي سأل عنك. وين راح؟ قال انت بتعرف. سامي. ايه. أنا ما مرتاحة برفقتك لرامز. والسبب؟ كل ليلة استريوهات ورحلات ومشاوير، في قدامك جامعة مستقبل وشغل. فيها صاحبتي حكيت لي كثير أشياء عن رامز. اليوم الأيام تغيرت، صار بنت لازم تظهر وتروح وتيجي وتعاشر الشباب. سامي بتسمح لي أنا أختك أعمل هالشيء؟ وداد ليش تتهرب من الجواب؟ هلا المهم البابا والماما يرجعوا، ومين عارف كيف بعد بدي التقي فيهم. التقينا 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 التقينا. اهلا 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 اهلا. سلامات يا صاحب الرزقوف. كيفك خي سليم؟ انا ما اسمي سليم، انا اسمي دواك. يا الايام حتى اسمك تغير. مين قال لك انه تغير؟ ايه شرب معي كاس. انا ايه بس انا يعني اسمح لك اسمح. لا لا بدك تشرب معي كاس. يا عم اسمح له. وحياة الخبز والملح بدك تشرب معي كاس. ايه اذا مشان هيك الخبز والملح معلش. ممنونك انا بشرب العرق بدون مي. ايه كمان بنزيدون للتق. يلا كاسك كاسك. اهلين 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 فيك. نعم نحن وين تعرفنا على بعضنا؟ صحيح نحن وين تعرفنا على بعضنا؟ انت مجوز؟ لا. وما عندك اولاد؟ اما عندها اولاد. ابنك فاذا انت ابن امك. كاسك كاسك. ايه
حلو الانشروح. دخلك دخلك نحن بسعينا بعضنا؟ لا. وشو جاي تعمل؟ ليه ما بتقول مساء الخير؟ معك حق، أنا جاي أشتري جلان البوري اللي عندك بتضيعه. إيه، تاني مرة وقت بدك تجي تشتري تشتري التهذيب أكثر. تحت أمري. إيه. دخلك؟ إيه. قديش حق الجل عندك؟ إيه. إلك خصم 25% لأنك بتعرف قيمة الكاس. الله يخليك. إيه. يلا. كاسة. كاسة. حلو الانشرب حلو. خبرتك على شيء؟ عن شو؟ يا وعن شو خبرتك لكن؟ قولتك؟ عن شو؟ إذا خبرتك بتخبر حدا؟ أبدي. قول شرفة. شرف أبدي. قضية مبدأ، انتبه. انتبه. أبدي. قرب. عاش. مرتي غرناطة مست قيمة. والله؟ ايه. صبا ولا مدد؟ وحياتي شواربك مست قيمة. ما مصدق. بدك تصدق. وانا شو ده؟ الايام بتشهد. الايام بيناتنا. معلوم الايام بيناتنا. كيس مرتي غرناطة. ايه. ايه. يلا. حلو الانشا روح. حلو. ايش الساعة؟ الساعة؟ ايه. او انتك قداش الساعة؟ ايه قداش الساعة؟ انت ما معك ساعة؟ انا ماني من هالبلد غريب. يلا على وين؟ ما بدك تبيعنا جلان البور؟ ما بدنا، بدنا بالاول نستشير غرناطة. نحن شربنا كاس غرناطة؟ كيس غرناطة. يلا مقفي. حلو الانشراح حلو. يلا بخاطرك. نعم. دوايك؟ نعم. دخلك أنا مبارح رجعت على البيت؟ قولتك؟ وين كنتي؟ كنت عم دور على بيك. من أمتى كنت تدور عليه؟ ومن أمتى حضرتك تسألني هيك سؤالات؟ صحيح. تصبري على خير. مين دواك؟ يا أمي هلأ منتفاهم جوا بتحت.
برنوطة؟ نعم. نحن ناسي. وشو ناسي؟ مين فينا زوجي؟ حلو، هيدا اللي بعد ناقص. ست غرنوطة؟ اطلع برا. برا. ولو؟ برا برا. برا خلصنا. ليش حضرتك عم تتطلع فيي هيك؟ وانت كيف الك عين تتطلع فيي؟ انا لما شفتك عم تتطلعي فيي قلت انا اطلعت فيكي. ولو ما حضرتك اطلعت فيي بالاول كيف عرفت اني عم اطلع فيك؟ ايه صحيح، بس انا لما شفتك انت عم تطلعي فيي امتى انا اطلعت فيكي؟ صحيح. معلوم شو بيختلفوا علي اثنين؟ ما بيكفيني انت كمان جايب معك سكرانين على الباقي. هذا بده يصير من قرايبنا. اي قرايبنا؟ بده يشتري مني الرزقات. ولك ليش انت بعد عندك رزق؟ انا احترميني، احترميني شوي. اذا انت ما بتحترم نفسك خليني اقول كلمه، خليني اقول كلمه. تفضل اقول كلمه. بعيد يا رب يا رب فرجها بقى وريحتي. اخ بس اخ لو ما تكوني مستقيمه. بس انا من بكره تاركه هالباب. ايه وانا من بكره راح اعلق وراكي على الباب ورقه واكليل زهور. اكليل زهور؟ ايه وضوي شمعه عن روحك الطاهره. شمعه يا خاين؟ ايه واكتب على الباب ما احلى الفراق يا غرناطه. يا عمي خلونا ننام. شرف ما بقى لنا عين نطلع باولادنا. اه مين بعده سهران لهلا؟ يلا تصبحي على خير يا مرتي المستقيمه. الله ينصر اصلي. نعم. ما اجى غنوم؟ لا بعد ما اجى. وليش ما اجى؟ مساعة ما رحت انتو امبارح من بعد اليوم ما شرف. او لك اليوم وين روح؟ طلع القمر. ها ومن هون طلع على القمر؟ من قهوه مثل هالقهوه. وانتو هون بتطلعوا على القمر؟ ايه والله؟ ايه بشو بتطلعوا على القمر؟ بقنينه مثل هالقنينه. حلو. اشراب بتسافر. ايه ما بقدر سافر لانه بعدني ما قلت لامك. ثاني مره لما تيجي لهون بقول لامك. ايه مره ثانيه. عندكم هون الدنيا حلوه كثير. ايه لو بتشوف باريس يا حلوه. والله؟ ايه حلوه كثير؟ معلوم. بتحبي؟ معلوم. وليش ما بتتجوزي؟ والله معكم. اهلي اهلي. يغزل عان يغزل عان يغزل عان. شو اكل 10 كيلو بندوره؟ ما اكلت بندوره. حوشتك بقى من وشك مبين اكل كتير بندوره. جاي اسال عن بيي. وانا جاي اسال عن بيي. ما اجل هون؟ لا بعد ما اجل. هي استاذ ما بتكون استاذ؟ ما بتكون تبيعونا جلان البوط؟ وينه؟ لو يا ابن الاوادي. يا عم نعم. الله ينعم عليك. بتعرفي؟ لا بدي اطلع على الضيعه. اطلع اطلع من الدنيا كلها ما بتفرق معها. ولو نعم يعني هاك بيروت. سيلفانا وعدتني تيجي اليوم. مين سيلفانا؟ بنت جديدة تعرفت عليها امبارح بالبارتي. بتعرف حلوة شقتها. شو أول مرة بتجي لهون؟ إيه أول مرة. مستأجرها بالسر عن أهلي. بتجي عليك اليوم؟ أغلب الأحيان. نيالك. طيب ليه ما بتجي كل يوم لهون أنت؟ بتعرف مشاكلي ودرسي وشغلة. سيجارة؟
لا ما بشرب. تشرب كيس؟ لا ماني مع بعض. ولو ضيق غنوم حتى انت؟ تعجبني براءتك. لا يعني انما لازم الانسان يجرب كل شيء في الدنيا شيخ. انا كنت مثلك بالاول بس بعدين تعودت عليه وصار طعمة كل كاس تحلى عن كاس. يمكن ما بحب اشرب لانه صورة البابا بضل قدام عيوني. شراب بتنسى كسر. شو بك مزعوج؟ تصور اللي شهر ما شفت البابا بس بعت عنه الا كلام سخري من الناس كانه بعيد عني وعن حياتي. نيالك نيالي انا؟ انا سيدنا البابا كثير قاسي علي وبيحاول يعرف خطواتي وبيتدخل بشؤوني وباموري الخاصه. قاسي قاسي وشايفك بتعرف اشياء كثيره انا ما بعرفها. كثرة الشر بترخي يا شيخ. كترة الخاوي بتولد ضياع. وحياتك لما البابا قاسي علي وحرمني من اشياء كثيره، كنت ما بحاول بالسر وحدي اكتشف حريتي واكتشف المجهول. كاسك. يا ترى اختك بنفس افكارك؟ وداد؟ قولك عند العريس نفس شعورك؟ طبعا يا ماما في تفاهم بيني وبينه. طيب هو اكد لك انه حيجي بهالوقت؟ نعم. بس انا عندي مشوار ضروري هلا. الله خليكي ماما خليكي بالبيت بس الليله. حاضر. هيدا هو استعدي. بصوار اهلا وسهلا. حضرت الاستاذ رئيف وحضرتها ماما. اهلا وسهلا. سبق وحدثتنا وداد عنك. اهلا وسهلا تفضل. فيكي يا ست غرناطه اسم الماما. زدنا شرف. اهلا. احد وظيفته يا ماما كاتب. كاتب شو؟ كاتب شجاع وبريء وجريء. شكرا ميرسي. كاتب جاب الوفيات بالجريده. يمكن نحن صرنا موديل قديم. يا عمي لا بس وداد بتحب تمزح. على كل حال اتاكد انه راي وداد كان بمحله. ميرسي يا ماما عني وعلى الاستاذ رئيف. حضره الوالد مش موجود؟ لا رح مشوار صغير. يمكن وداد مهدت للزياره وخبرتكم انه جاي ابدي اعجابي فيها. اعجابك بس؟ وحماسي للزواج منها. خبري يا ماما حنست الفرصه خبري. شو بدي خبره؟ ليش هو منه عارف بنت مين وامك مين؟ خبريه عن فساتيني. خزانتها مليانه، فساتين وسكربينات. وخبريه عن النواحي الاقتصاديه كمان. اكلها بسيط كثير مثل ما انت شايفه. ومكياجها بسيط، امها عودتها. برافو ماما. وبعد سنتين اذا الله راد ونجحت بالجامعه بتترك الجامعه. لا 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 ما راح يكون في لزوم للجامعه. للحقيقه انا محتاره. كيف محتاره؟ ما بعرف شو راح يصير. وشو بده يصير؟ طلبت من البابا يصلي حتى انجح وكمل، وطلبت من الماما تصلي حتى اقصد وضلني بالبيت، انطر العرسان يطلبوني مثلك واتجوز. انا معكم مثل الاطرش بالزفه، جين. البركه فيكي يا ست غرناطه، بس مثل ما سبق وقلت انا جاي عند حضرتكم حتى اتفاهم معكم على طلب ايد وداد. تغنجي ماما بدك تفتهر. ايه حاضر. والعريس مش حطها. الله البركه. بما انه الوالد مش موجود بفضل اني ارجع بكره. لكن بكير. لا معلش في عندي تحقيق لازم انهي. تحقيق عن شو؟ عن الحالات النفسيه عند المدمنين على الخمر. بيعجبني اختيار مواضيعك. اعجبك مجروح. سامي قرب. بونسوار. بونسوار قرب لحتى نعرفك على الاستاذ رئيف.
ليه؟ تشرفنا. وين كنت ماما؟ ليش تعبان؟ كنت مشوار ودايخ. راسك عم بيوجعك؟ لا لا، تعب بسيط. عن اذنكم. ما تواخذنا. بعد بكير. معلش، مع السلامة. ماما أنا نزلة بس الأستاذ رفيع كعب بالدرج. طيب عيني، مع السلامة. دايخ شربين أربع كاسات. أربع كاسات؟ أنت مجنون؟ مجنون البابا كل ليلة بيشرب قنينة كاملة. قال مجنون؟ حلالي بلالي وعفاني الحبيب سقاني بيده شراب الزبيب. عيني عيدك يا سعد. قديش الساعة؟ ساعة؟ ليش مين قال إنه عندي ساعة؟ معك ساعة؟ لا. قديش عمرك؟ اختلف بي وامي على تحديد عمري. بي بيقول لما تجوزت كنت انا خلقت. وامي بتقول انه انا ابن بي الخامس وخلقت بليلي ما فيها ضوء ابيض. شو هالكلام هذا؟ شو من ما معك سك؟ سك؟ طبعا. سك بحدد لك عمرك. شو الدنيا فلتي؟ يعني قصدك تذكره؟ ايه طبعا تذكره. بتوقف امك وابوك على حدودهم. شو انت فالت؟ ارض بور؟ وانت قاطع سك؟ ايه كيف مني قاطع سك؟ ودافع الرسم كمان. قديش عمرك؟ عد معي. عدك. تنقول وقت اللي خلقت كان عمري 20 سنة. 20 سنة. انتبه. وصار إلي 32 سنة مجوز. 32 سنة مجوز. صاروا 45. صاروا 45؟ ليش عم تضحك؟ أنا غشيم حتى صدقك. من 20 سنة وانت بتقول لي عمرك 45 سنة. وبعدني عند قولي. الرجال ما بيغير بكلامه. وعطني بعدكم هون سهرونين. اهلا اهلا. اقعد. كل سنة وانتو طيبين. وانت كاسك؟ لا اسمحوا لي اليوم ما حاشي. من كاسة؟ لا لا ما في اشرب ابدا. ما بنرضى يا امي. ما بدي اشرب. ما بيصير. ما بدك تشرب. مع السلامة. ولو متفقين اليوم نحكي عن الارض. عرف مع السلامة يعني. مع السلامة. مين؟ استاذ رقيب؟ اهلا 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 اهلا. وين ماشي لسنة ما شفتك؟ وانا من الصيفية المضيت كمان ما شفتك. شو جاي تعمل هون؟ انت شو جاي تعمل هون؟ انا جاي كنت عند خطيبتي. ايه؟ قلت نمرق على القهوة، في عندي تحقيق للجريدة. عن خطيتك. مبروك مبروك مبروك. اشتقت لك كثير. ما بدك تعزم خيك دواك؟ على شو؟ على خطيبتك. صرت تشرب يا دواك؟ ابدا. مين قال لك؟ عمير بخاطرك. عمير على الملجأ. على الملجأ. هيدا الزلمة سكرون ضريب قنينة. غنوم غنوم. شو خفيت؟ خفيت؟ مين قالك خفيت؟ أنا بغفر جاسر. أما شفك مغمض عيونك. كنت مغمض عيوني عم اتأمل بحالي أنا وغافي. قديش الساعة؟ الساعة؟ دخلك. أنا ما قلت لك إنه ما معي ساعة؟ أنت قلت لي ما معك ساعة؟ انت ما معك ساعة وانا بعد نسهران. يلا
غنوم 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 مناسبة بمناسبة عيد ميلادك، كان لازم تعمل حفلة. ما حدا من أهلي أنا شاعر بعيد ميلادي. طيب على القليل كنت عزمت أختك وداد وأنا عزمت شلتي ورحنا صرنا برا. أنا وأهلي ضايعين عن بعضنا. كيف؟ حنين مفقود من بيتنا. والسبب؟ ماما بتضل سهرانة هي وشلتها وأصحابها. وأختك وداد؟ وداد هي وكتبها بالبيت. طيب وأبو؟ البابا ربط العائلة المفقود. لا ابدا، لازم نحتفل بعيد ميلادك. شو رايك نتلفل لاختك وداد وانا تلفل لشلتي ونستعد لسهره؟ لا لا، وداد ما بتيجي. مسكينه، بعدها موديل قديم. يمكن. طيب ليه ما بتنصحها؟ اصبر، هي حره. نحن كل واحد عندنا بالبيت عايش على مزاجه. امبارح تعرفت لك على بنتين اجانب. وين؟ على الكورنيش. هني ماشيين وانا ماشي بسيارتي، ضليت لحقهم اكثر من شي نص ساعه. مع انه البنزين غالي. كلفوني، بس مناسبه مثل هالمناسبه لازم نحتفل مع وجوه جديده. ليلى شو رايك؟ موافق. وانا موافق يا وداد. الله يخليك يا بابا. وامتين حضرته مشرف؟ ما بقى الا يوصل. وسامي وين؟ بعد ما رجع. وين راح؟ يمكن عم برجع دروسه عند صاحبه. مش معقول يتأخر. صار له جمعة عم يتأخر. وكيف بتسمحي له يتأخر؟ ها؟ كيف بتسمحي له يتأخر؟ على كل حال الأم منها باي. وعلى كل حال الباقي منه أم كمان. بسيطة وحياتكم. من جمعة فات علي وسط المدرسة. وأولت امبارح بعت البيت اللي وردته عن عمي. امتين عم بعوز عن ولادي مصاري؟ صحيح انك عم تعوزوا المصاري، لكن عوزتهم اشياء كثيرة. غرناطة الزامي حدك بقى. وحياتكم اجلوها بس هالليلة. يا اهلا وسهلا. تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرت جوزي. تشرفنا اهلي. تفضل. كنا منتظرينك. تفضل. شكرا، ميرسي. كان عندي شغل وجبار الطول تخلصته. طيب تفضل استريح. معلش مدام، لانه في سائقة عندي شغل ضروري ولازم ارجع. لكن لكن معلش، فرصتين. تشرفنا سيد اهلي. بيعرفك قبل هلا؟ بعتقد. غرناطة غرناطة، سامي بعد ما رجع. مش من عادته يرجع قبل ما ينطفي من السكر. مش معقول. اديني ليل، مين سمح له يروح؟ سامي وين راح؟ قولي. غنو، ما بتعرف وين روح غنو؟ بعد ما شرف. ولاش حتى ما شرف؟ ما بعرف. ما بده يبين جلان هالبول؟ ما بعرف. ما بتعرف وين بتوقف البوصة تضيعه؟ ما بعرف. ولو كله ما بتعرف، ما بتعرف، ما بتعرف، ما بتعرف. ما بتعرف كمان، شو بعمل لك؟ ولو دخلي؟ نعم. هالبوصة اللي واقفة هوني. ايه. لوين بتودع؟ على المدرسة. الله ينجحك. هاك لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين؟ استاذ رعيد. بعدك هون يا دويك؟ ايه. عاش. جاي تسكت؟ لا، جاي اكمل التحقيق. ما بدك تعزمني على الزواج؟ زواج مين؟ زواجك من مرتك. غيرت رايي. ليش تتغير رايي؟ ما بعرف. يا عمي، ما بدك تطلع تصيف عنا بتضيعوا انت وهالولاد.
لك يا دويك بدون ما يكون عندي مرا معقول يكون خلف ولاد؟ اي صحيح. ولو يا دويك. طيب ليش زعلان انت؟ ولو هي كمان اذا ما كان عندها رجال زي افضولي منها بدها تخلف ولاد. مين هي؟ العروس. بتعرفها العروس؟ ما بتعرفها انت؟ الظاهر سكران. ابدا، انا جاي اسال عن خواجه غنوه. بتعرفوا الخواجه غنوه؟ كيف لك؟ انا اللي بعرفها. بيكون هي العروس. صحيح. وانا مشان هيك يعني غيرته. لك يا عمي ليش تغير رايك؟ بالرغم من اني حاولت انسى سمعه امها الماضيه، اصطدمت بواقع عائلتها، ابوها، اخوها. وانت ما بتحبها؟ صحيح بحبها، بس بهالعصر، هالعصر مش حب وبس، مش زواج وبس، في ناس، في سمعه، في مستقبل. يعني بطلت تزوج؟ لازم افكر اكثر واختبر البنت اكثر. صحيح معك حق، هالايام بسموها عنا بالضيعه ايام الحريه. البي عنده حريه، الام عندها حريه، الخي عنده حريه، والبنت والبنت كمان عندها حريه. شو هالحريه؟ طالما مصيرها مرتبط بمصير اهلها، وطالما سمعتها بعد ما ايدي بسمعت ابوها وامها وخيها. ترفعي صوتك بوجهي. بقولوا وصلنا لمجتمع متطور تحررت فيه البنت عن القيود والتقاليد. ما تحكيني فلسفي، انا ما بفهم. طالما مصيري مربوط بحريتكم وداك، وطالما حريتكم هي سجني بكفي. انا كمان حره. قلت لك ما ترفعي صوتك بوجهي. حضرتك امي، حضرتك ماضي عمري، حضرتك ابوي حامل سمعتي ومصيري، وانا انا مين؟ انت برا من زمان، وانا برا 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 برا. من امتين كانت ترفع صوتها بوجهي؟ من يوم ما وصلت للحقيقه. اي حقيقه؟ حقيقتنا انا وياك. أنا؟ نعم، أنا وياك المذنبين. بس مساء الخير. مساء الخير. هلا راجع؟ نعم، كنت عم بدرس. وشربان؟ شي قليل. وجهك أحمر وريحة الشرب طالعة من عيونك. قول وين كنت؟ كنت عم بدرس. وعم تكذب كمان؟ أنا مراية. هلا شفت حالك فيها يا بيي. لا تفضلي. حلو هالمطرح. اوضة مفاضة مشان درس بالراحة. ليلى انا مستغرب الحقيقة. ما تستغرب، عزمتك اكثر من مرة ورفضتي عزيمتي. كنت خاف. من شو؟ من الناس. طيب شو دخل الناس؟ بيحكوا، وإذا حكيوا بوقفوا القطار. أي قطار؟ قطار الزواج يا شاكر. نفرح منك. وليلي، اشربي كيس. ليش لا؟ على شو؟ مش مصدق عيوني، أول مرة بشوفك جريئة وصريحة بهالشكل، شو صار؟ تهور الخطاب. كيف؟ الطريق ما عاد تصالحه.
اي طريق؟ طريقي امي ابويا خيي. مش عم بفهم. ولشو تنفهم؟ صحيح، احيانا ما لازم نفهم. طالما هالعصر مجنون. فعلا. طالما هالجنون حريه. فعلا فعلا. طالما بعدنا ضايعين بمجتمع متأيد بالتقاليد مهووس بالحريه. صحيح. طالما حب هالايام صار مثل رقصات هالايام، هيدي هيدي ومجنون مجنون. صح. تعال نحن نرقص كمان. نرقص. ونعيش. يمكن بكره بيجي قطار سكران للشوارب حامل مصالح لها قيمه، دخان واسود مثل احلامنا. وانتظر انا بنت المعلم غنوم اللي ما عادت محافظه على محطه الاسم والنصيب، يحملنا القطار واتجوز. قول ان شاء الله. ان شاء الله. كيفك؟ كيفك؟ كيسي ما بدك تشرب؟ لا. غرنوطه بعدها مستقيمه؟ ارجوك شرب يا رجال شرب، بركي بتسكر وبتبيعنا هالجلان البوت. معك حق، بعت حياتي كلها وانا سكران. كلها؟ بعت عائلتي وبعت ولادي. إن شاء الله كانت الأسعار غولية. كانت رخيصة، أرخص ما بتتصور. وين عائلتي؟ ضاعت، ما عادت ملكي. ابني صار مثلي وخايف لبنتي تصير. قصدك تقول طب الجرة عتمها بتطلع البنت عأمي؟ أنا لو ما أتجوز أمها ما كنت تعودت على السكر وعلى هالحياة. ليش الجواز سكره؟ زواجي كان سكرة وكان غلطة وما لقيت غير النسيان حتى صلحها. وصلحتي؟ كل ما جيت حتى اشرب حتى انسى كنت اغرق من جديد وانسى حتى النسيان. ايه صحيح نسيتني معك يا شيخ. بنتك صحيح كانت بدها تتجوز الاستاذ رقيف؟ بتعرفه؟ كيف ما بعرفه؟ كان مصيف عنا بالضيعه وعزمني على العرس. ما عاد في عرس. ليش؟ لاني انا بيا. ليش لا تعمل بيا؟ حرام، اتركها تتجوز. دويك الحق معي، الحق معي. اللي بيقعد هون بينسي. ايه معلش يا زلمة، انا جاي لعندك اشتري جلال هالبوب بتبيع. بعتن من سنتين. كيف هالكلام؟ ما عاد املك شيء انا. هلا جلال البور ما عادوا لك؟ لا. طيب وليش بعدني انا وقاعد ببيروت؟ ما بعرف. تعرف بمين ذكرتنا؟ بمين؟ بخبار ستي كمونة كانت تقول بيات يا ابنا بياكلوا حصروا وولاد كتير يا دواك بيدرسا.
بوم 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 بوم. كيف بدها تتجوز ونحن البنات بيهجم نصيبنا بالليل مثل حروب الألمان؟ يا رومية رومية ولك أخ الرومية قال يا والله لو بعيد كل روما أختي مبتوع. لا قال بتسكر على حال الباب حتى شو ما حدا يواعيها. مش بس طالعة قليلة مروة، طالعة قليلة السكس قبيل كمان. صرتي مفيقتيني أكثر من أربع مرات الليلة، ما بتخليني نام؟ شوفي رومية أختي حبيبتي، تعال أقول لك نعم بدي أتجوز. نعم بدي أتجوز. شو طلع براسك بالليل؟ لك يا أختي اسمعي، بصرت منام قال أنا والعريس بشهر العسل. طلعت حرارتي يا أختي، أما تحطيت كيس التلج على راسي قلت بركي بتنزل حرارتي وبتفرج وبيطلع الضو وبتفرحي مني. قولي ان شاء الله حاج مهووسي بالزواج؟ بدي اتجوز. بدي اتجوز يا رومية خلص. عن جد؟ لا عن كذب مدود. ديك عم ليش اصفر وجهك على سيرة الجواز؟ راسي عم بيجعني. وعد تكوني مريضة. ورجيني لسانك. ولك ورجيني لسانك هيك عمل هيك ورجي. يا شو حلو هاللون بتصدقي؟ بدي اصفي صار من لون لسانك. فكيني ارجع انام غير علي. رومية رومية اختي. لك نعم نعم والله عريس لقطه. مين؟ مين جبته بمنامي؟ مين هو؟ عريس ظريف متعلم عمره شي 200,000 ليره واربع خمس بنايات بس. بس؟ بس وبتعرفيه كمان الاستاذ بسام المهندس. روحي نامي روحي نامي الله يشفيكي. روحي اختي وحياتك اجى طلب ايدي. انت مجنونه؟ شاب مثل الاستاذ بسام بده يجي يطلب ايدك؟ لك يا اختي اذا ما اجى هو ليش ما بروح انا؟ كيف؟ لك يا اختي عريس لقطه بدي اتجوز خلص. خلاص هلا؟ ايه ايه هلا يعني. يا مجنونه يا مجنونه. طول عمري اسمع كلامي، البنت المحافظه بتتجوز اوامر، حابقى طول عمري عايشه بالبيت. مدود خليني حارب، خليني حارب يا عمي. كيف بدك توصلي للاستاذ بسام؟ إذا ما التقيت فيه بالبيت، بلتقى فيه بالمكتب. كيف؟ أنا راسم خطة براسي. يا الله يا الله على هالفضيحة. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك يا ماما. الله يطالعك يا شمس. الله يطالعك يا شمس وافرح من حالي عن قريب يا رب. وسي سيدة القصر الأستاذ بسام. يا صباح الملوخية. أكيد طابخة ملوخية؟ نعم. قديش ريحة الملوخية طيبة يوه؟ نعم.
هون بعت الاستاذ بس ايه؟ نعم. ايه انا النطور نازل جديد من الجرد. نعم. تشرفني. نعم. طيبة الملوخية ما هيك؟ نعم. كله نصيب، اشو بدنا نعمل؟ سبحان الله، انا وياك متفاهمين. نعم. اثنيناتنا بنحبلو الملوخية. نعم. يا عمي امك خلفتنا على طنجرة الملوخية ايام الحرب. نعم. والنعم. نعم. كله نعم نعم. كله؟ نعم. 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 يا عمي نعم وستين نعم. شو بتريد؟ النعم. أنا حبو بس نعم. صنعت الرجال؟ أنت الرجال الجاني الضيعة تشتغل بالجنينة؟ نعم. تفضل. نعم. نتفضل. حلو البال. نعم. رجعنا من جديد؟ يا عمي شو هالمصيبة؟ شبي؟ خلينا ما بدك نتفاهم؟ نعم. ده عندك مجروحة؟ نعم. حدا عضك فيه؟ انت عضطية؟ نعم. انت عضطية؟ نعم. عم تكسبر؟ نعم. كله نعم نعم نعم. الله بيقول لي علي اشلح حولي على هالتراسينا وانتحر واخلص بقى منك ومن نعم يا فهمة؟ خبرني الاستاذ انك جاي، بتحب تنتظره؟ نعم. بتعرف تزرع وتسقي الزهورات؟ لا. تفضل. متفضل. الاستاذ غوي؟ نعم. بيطول تيجي لهون؟ نعم. ما راح يتاخر؟ نعم. قولتك بالمكتب؟ نعم. الله لا ينعم لا عليكي ولا علاه ولو نعم 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 نعم. تتجوزينا؟ لا. لا 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 لا, لا. لا لا بعد ما وصلت السكرتيرة يا انعام كان المفروض توصل. انا تركت الباب مفتوح ووصلت بواب البناية ينتبه على المكتب. لو وصلت كان خبرني. ايه بتستحي كتير؟ مش مهم تتعود. اذا كان اليوم تستحي بكرة ما بتعود تستحي. اللي كولات عندك؟ بدها تشوف الفرش جديد؟ طيب خليها تنطرني بالبيت، انا واصل اخذها لعندي على البيت وفرجيها على الفرش. مع السلامة. هلو. انت مين؟ هاي. شو عم تعملي بالخزانه يا لصه؟ لا انا ماني لصه. وليش مخبيه بالخزانه؟ اذا قلت لك الحقيقه بتصدقني؟ وشو هي الحقيقه؟ انا كنت ناطر الاوتوبيس. الاوتوبيس؟ نعم. شو ما قلت لك ما رح تصدقني. انت سكرتيره جديده؟ وينك عمرك؟ ما تستحي ما تستحي كملي. ما بقدر الا ما استحي ارجوك. على العموم اتصل في انعام وخبرني انك بتخصيه وانك خجول كتير. انعام؟ ما في لزوم بهالشيء ابدا اذا حبيت تشتغلي سكرتيره. اليوم المرأة تحررت وظهرت من البيت ودخلت رأسا على المجتمعات والمصالح والخزانات. نعم. أنا ظهرت من البيت ودخلت رأسي على خزانة. تسلم. وهلأ فيك تخبريني كيف قدرتي دخلتي لهون؟ بستحي ما بقدر بستحي. لا لازم تكوني صريحة وجريئة، مفهوم؟ مفهوم. خبريني كيف فتي لهون؟ إذا قلت لك الحقيقة بتصدقني؟ نعم. بالسيرفيس. بالسيرفيس؟ وحياتك انا ما بقدر اركب تاكسي، عندي الرجي. دخلتي على المكتب بالسيرفيس؟ قصدك لهون يعني؟ نعم. لا قطعت المسافه ماشي على اجري. انا شو حبيبي فت على الباب، دقيت على الباب لقيته مفتوح، قلت بنتظرك. وما شافك البواب؟ كان غافي. وإلك زمان هون؟ قبل ما تدخل حضرتك ربع ساعة، لما سمعت دعستك تش قلبي تش تش وانكشيت بالخزانة رأسا. بستحي بستحي بستحي. بسيطة تاني مرة ما تستحي، مفهوم؟ مفهوم.
انا مضطر اظهر هلا، مين ما اتصل فيي بتأيدي لي اسمه بخيري. يعني بعتبر حالي انا هلا بعتبر حالي موظفة؟ رح تبقي مادة تحت التجربة. يعني رح نشوف بعضنا كل يوم؟ مفهوم. يعني طولي بالي. بس انا جاي لعندك. ما بحب كثرة الحكي. لك مين بتحب؟ بحب النظام والوظيفة والشغل وبس. بس؟ بس. بس والله بخليك مثل العجينه بين ايدي، مثل ما كنا بالمنام شهر العسل واكثر. هلو لك يا عمي، صرت سكرتيره. كيف صرت سكرتيره؟ ما بعرف ما بعرف، كل شيء ما بعرف ما بعرف. هذا كله كلامك اللي ما بتعرفيه. ما بعرف ما بعرف، لك ما عندك غير هاي الكلمه، كله ما بعرف ما بعرف. ياه هلا ما حتقولي لي الاستاذ كانوا بسام بده يرجع لهون ولا ما بده يرجع؟ ما بعرف. ليش ما بتعرف؟ لا لا ليش ما بتعرف؟ ما بعرف ما بعرف ما... لا بدك تعرف. انا بنت مهذبه. مهذبه؟ اسم الله على هالتهذيب، اذا العال على هالتهذيب هذا. هلا بيجي الاستاذ بسام وبيشوفك هون، بيشحتني وبيشحتك. ليش يشحتنا؟ ماني ابن ادام. ممنوع استقبال نواطير بالصالون بغيابه. ها واللي مثلنا وين بيستقبلوه؟ برا. برا؟ ولا شو الصالون هيك؟ ما بعرف. للناس الاكابي؟ ما بعرف ما بعرف. وشو بتعرفك؟ ما بعرف شو رح يصير فيي. شو 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 بده يصير فيك؟ وينك وينك وينك؟ وين بده يتخبى؟ اي مطرح اي مطرح اي مطرح. طب 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 وينك وينك؟ يا عمي ليش بدي اتخبى؟ انا جاي اشتغل بالجنينه. بصير عنده شك بأخلاقي. كيف؟ شك؟ وعيني؟ لك ليش لا يصير عنده شك بأخلاقي؟ لأنه شحت جنينة الأول، هيك كان يجي لعنده كنت استقبله بالصالون. بتخبي بتخبي. طب 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 طولي بالك وين بتخبي هون؟ الدنيا برد. ايه يا بنت عملينا فنجان شاي بسرعة. نعم. فرش حلو كتير. عجبني. دايما ذوقك بيعجبني. ايه بعرف. خبرني خيي انعام بعت لك سكرتيرة اليوم؟ ايه بعتها. ان شاء الله عجبتك. بتستحي كتير. تصوري اول ما شفتني هربت مني وتخبت بالخزانة. انا بستحي كمان. بتستحي مني؟ انا خطيبي. صحيح. شيل الشيء عندك. بس ها شعراتك شعراتك شو حلوين. صففتهم خصوصي لإلك. ريحتي برفان بتجنن. رشيتها خصوصي. هالفستان بياخد العقل. كمان إلك. وأنا كلمي برنيطة. برنيطة؟ لمين هالبرنيطة؟ هيدي خصوصة إلك. يا ماما يا ماما شبك لك يا عمو، كل شيء لحضرتها، ما في شيء لحضرتها انا لدواك ما بيسوى. يعني انت شو جايبك لهون؟ انت مين؟ انا سيدنا دواك من الجرد. وشو بتريد؟ انا جاي اقولوا لي انه انت بدك حضرتك نطور لجنينه، فانا جاي. انت شغيل جديد؟ نعم شغيل بكل معنى الكلمه سيدنا. وليش مخبر البردايه؟ سيدنا خبتني الصنعه. خبتك الصانعة؟ ايه وحياتك، قالي اللي مثلنا ما بتستقبلون هون. وين بتستقبلون؟ برا. ايه شرف الحالة برا. عمالك طول بالك يا ابن القوي. برا يا ماما. والشوارب كمان ما يعني بتستحي؟ ما بيسوى يكون له شوارب؟ ايه خدوده مثل الميبرة اللي منشك فيها الابر. انا خدودها مثل الميبرة؟ روح نظف المكتب. وجنينة سيدنا؟ جنيني بعدين هلا بالحق. ايه ما سيدنا المكتب وين؟ المكتب تاني بناية بالشارع على اليمين. سيدنا انا جاي مشان جنيني. روح نظف المكتب. حاضر روح رايح نظف المكتب. سيدنا بخاطرك يا ابن الاوادي، عنا ضافة من الايمان. رايح
ابن المرحوم بيك. بالرغم من انك لست جميلا بل طويلا هبيلا، بالرغم من انك لست لطيفا بل سخيفا خفيفا، احببتك انا مدود الظريف كالعود بقد المفتول وجسم الملوى. يا عزيزي الذي عرفتك كالبلوى، انا كالتفاحة لكني سريعة العطب، واذا لم تحب التفاح اكون كالموز احسن ما فيها قلبها. هيدي من قلبها. واذا لم تحب الموزة اكون كالابريق المكسور كالصحن البلور. صبحك بونجور. مين؟ انا الناطور. ناطور شو يا مستور؟ ناطور الزهور. انت وجهك وجه زهور. لكن انت وجهك وجه ما انت. اي دور من هون دور. انا طور. اسمع لا استنى استنى، انا شايفتك وين؟ شايفتك بمطرح. يمكن هونيك محل ما بدل. شو عم تحكي؟ ايوه انت بتضل هونيك؟ ايه. وين؟ محل ما شفت اينا. هلا احكي شو بتريد؟ هون مكتب الاستاذ برسيل؟ نعم. لا 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 لا. شو غلطت؟ هيدي نعم اسحبيه، الله ينعم عليك، اسحبيه. ليه؟ هاك. مش نعم، شو بتريد؟ ممنون. العفو. أنا جاي نظف مكتب الأستاذ برسيل. أهلا. حرام. نعم. مش معقول. شوفي. ليه شعرك عم يهر؟ شعر؟ تعطيلي قلبك على الهم. أي هم؟ هم شعري اللي عم يهر. يا دعانها شبوبية. ايه صحيح دعانها شبوبية. هل اختصر قلي شو تريد؟ ايه يا عمي انت ولو العب ضايعين خلصينا بقى الله يرضى عليك. قومي من هون روحة خليني انا نظف المكتب قبل ما يجي بسام هو وخطيطة ويشوفوني اني ما عملت شاب بعدني جديد. شو ديك؟ الاستاذ بسام وخطيبته؟ خطيبته وإيه؟ ليش الأستاذ بسام خاطب؟ نعم خاطب وشلحها كمان قدام عيني. شو شلحها؟ يا رب نجيني. شلحها الشاب. نجيني ألف مرة. وكمان ما بس ها كمان شلحني لقلي الطاقية. لا أنا ما فيي استحمي. على شو؟ ناتور. نعم. أنا ضحية. ضحية شو؟ بعد ما عملنا شهر العسل تصور إنه خطب علي. تعطيني صحيح خطبة؟ يه هلا شهر عسل؟ يا عمي عملتوا شهر عسل قبل ما تخطبوا بعضكم؟ يه 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 عجايب هالناس عجايب. ناتور. نعم. هلا انت تركتهم هو وخطيبته بالبيت؟ نعم. اخ شو بيك؟ انت خليك هون انا رايحة. على وين رايحة؟ رايحة هزة الخاين الغدار الغشاش. اخ علي وعلى اعدائي يا رب. هزبيك يا رب. علقت موقعة شهر العسل. وين بتحب نمضي شهر العسل؟ مثل ما بتريد. بتحب نسافر على اوروبا؟ مثل ما بتريد. الي في بعدك قدامي؟ لا انما انما شو؟ انت عارف ان احنا وحدنا هون. اذا وحدنا ما نحن خايفين. واذا الناس بتحكي؟ الناس بتحكي الناس بتحكي. شو بدنا بالناس؟ شو بدنا؟ عفوا اتفركشت. الله لا يفركشكم. متوحشه. هيدا انت؟ هلو بتوحشة؟ اسم الله عليك نجوى فأترس أحسن منك. لقي على هالأيوب شاحت لي منخاري كمان. شو بدي أعملك إذا منخاري كينج سايز؟ أعطيني إيدك حبيبتي أعطيني إيدك. أعطيني إيدك على مهلك على مهلك وعد أطلع إيدك لأنه مش لقيه. على أيوه أنا قلت بتتزكزكوا طلعتوا ما بتتزكزكوا. فيك تقولي لي ليش تركتي المكتب؟ فيني قلك أنا جاية تحكي شو جاية تعملي؟ أنا كنت جاية إذا قلت لك الحقيقة بتصدقني؟ لا
فركشت لي شعراتي كمان. ما تصدق شعر عياري قطعت لي العقدة الفستان. قال قطعتها بدنا تصدق كل عياري بعياري اكسسوار. ليش تركت المكتب؟ أنا ما تركت المكتب، أنا حطيت جنيناتي بالمكتب، تركت ناطور جنيني بالمكتب وقلت يمكن تكون عاوزني أنا بجنيني. بطل تعاوزك أبدا، فيك تسربي على البيت. نحن بيتنا قريب. خلص سربي على بيتك. آخر الشارع بيتنا. أنا عايشة أنا وأختي بالبيت، نحن جميعا مهذبين، لا بنستعمل لا الحمرة ولا البودرة ولا بنحط بوستيج. أنا غيرت رأيي فيك. غيرت رأيك؟ أنت بتحب نلتقي بكرة بالمكتب؟ ما في لزوم نلتقي، اعتبري حالك مفصولة من الشغل. شو عم تحكي؟ يعني سلام. مع السلامة. على طول؟ مع السلامة. على طول على طول. تفضلي. أنا معنا. أنا بطلع لحالي. عين طفل. الوداع. مع السلامة. فرط المنام. ضايقتك حبيبتي؟ مين حضرتك؟ يا ستي حضرتها السكرتيرة اللي بعتها خيك إنعام. مش مزبوط، السكرتيرة بتقربنا، كيف بتعينها من دون ما بتعرفها؟ كيف عيني سكرتيرة بدون ما يعرفني؟ ما بعرف. بهالسرعة عينك سكرتيرة؟ دوخته. مش معقول. ولسه أنت شو شفتي؟ عقلي يا مدودة، عقلي وحياتك عقلي بقى. اسكتي دخلك اسكتي. اخ الخاين. ليش خاين؟ الغدار. شو فيه؟ الغشاش. خبريني بس. خاطب. مين خاطب؟ بنت. عارفه بنت؟ وبنت عياري كمان مش كامله. كيف؟ بنت كل عياري اكسسوار. مدود انا وانت يا اختي ربينا محافظين، كنا نخاف حتى من النظر للشباب. بحياة الله تركيني، تخيلك من البعث حافظين محافظين. والله لا اكسر الحصار واتجوز. بدك تتجوزي بدون عريس؟ لا بعريس، والعريس هو الاستاذ بسام. هديك بالاحلام؟ وحياة عينك لا جرب غمزة سكس دباحة. انت جنيتي؟ وحياة من خليك عانس وقادر يجوزني لخلي يندم. بسام منه من مستوانا وفهمي منه من مستوانا. يا حبيبة الحب ما بيعرف مستوى، المهم اني انا حبيته. مش المهم انتي، المهم هو. اخ بسيطة شحطني والله لهز البسيطة. شوفي مين عبير سطانجو كانوا. لا لو تجارك ما زعلت. الله مع الصبير مستورين. الله يحفظك. اهلا وسهلا. هر شعراتي على هالطلة. ليه؟ ولسه. أهل. نعم. أنا جاي صبح. أهلا وسهلا. صبح الصبي. يا عمي هلأ صحيح أنتو صبية؟ تفضل. كيف شايف؟ يا شايف شو صار بهالدنا؟ ازدحام صبي. اختصر بحياتك. إيه أنا جاي مشان شوف. وقل لك انه الاستاذ بسام ناطرك بالمكتب. شو؟ ايه عاوزك. ايه انا؟ ايه انت؟ مش معقول انا؟ ايه انت؟ الاستاذ بسام قالك مشان انا؟ نعم انت انا؟ ولبيكم بتعلقوا ان شاء الله بالقلب، كلكم بتعلقوا على قبلة الفنغرام. تش قلبي يا اختي تش. يا ابن المرحوم بيك، بالرغم من انك لست لطيفا بل سخيفا خفيفا، أحببتك أنا مدود الظريف كالعود بأدي المفتول وجسمي الملو. هلو رجعتي؟ مش حضرتك بعت وراي مع دويك؟ تفضلي قعدي. ميرسي. حضرتك كاتبة هالكلمات البليغة؟ يا حفزة. ومش حضرتك مدود؟ نعم. وأظني الخط خطك.
استاذ اذا قلت لك الحقيقه بتصدقني؟ نعم. انا دايما بكتب عكس شعوري. انت صحيح طويل لكن منك كبير، صحيح منك سخيف لكن منك خفيف، وانا بصراحه ما حبيتك. تجبرني احبك شي بالقوه؟ لا. صف عمري كيف نسيت الورقه على المكتب. المهم ما حبيتك، يعني ما بصير الحب القوي. استاذ اسمح لي فيها. معك حق. صح. شوف استاذ، هلا انا وجاي لعندك يعني انا رح خبرك، انا بنت صريحه وبنت او ادم كثير. انا وجاي على الطريق صار يعكسني شاب حلو، هو يعني مش كثير، هو عيونه تقريبا بدك تقول لا سود ولا زرق. ما انتبهت له منيح على كل حال، بس مربوع حواجبه مقفولين. حاسه شو بدنا بكره الحكي، صار يغزلني، طشني حكي كثير. يعني انا بصراحه فهمت انه ما راح احبه، ما كان يقتنع، اضطريت ادخل البوليس. يا بوليس يا بوليس، ما في بوليس، مشينا سوا اثنين صرنا ندور على بوليس. لحاسه اعطاني موعد بكره الساعه 5 نلتقي. موعد لشو؟ مشان نرجع ندور على بوليس. اه. عمري شو بستحي، شو بستحي. مردود؟ نعم. بدون ما تستحي. نعم. فيك تخبريني ليش دخلتي على المكتب وتخبيتي بالخزانه وقلتي انك سكرتيره؟ يعني انا هلا ما طلعت السكرتيره؟ ما بعرف. يعني اذا قلت لك الحقيقه بتصدقني؟ قولي. انا كنت فايته لهون قابل محامي على هالبنايه، لما شفت حضرتك قلت احسن ما تظن فيي ظنون ما بتسوى، تخبيت بالخزانه. بتعرفي؟ نعم. منك هيني ابدا. بستحي. استاذ؟ نعم. بعتذر، رح صلي الليله على نيتك. نيتي انا؟ ايه نعم، مشان الله يلهمني وحبك. تحبيني الي؟ يا عمي انت انت بتكر على الله، بجوز حبك ما بتعرف. بتعرفي؟ نعم. عجبني ذكيكي. بس؟ شوفي، رح خليكي عندي بالمكتب هون كام يوم لبينما اجت السكرتيرة جديدة. ما بعرف إذا بتوافق. وافق. إذا قلت لك بتصدقني؟ قولي. موافقة. بس اعملي حسابك. نعم. بدك تبتعدي عن العيب والكذب والاحتيال. مفهوم؟ مفهوم. وهلا أنا ظاهر. مع السلامة. الو اختي، اختي روميه المحافظه، بدي بشرك انه الاستاذ بسام حبني. لك وحياتك حبني. شو انت تركيني يومين؟ اذا ما تركته خطيبته انا ما بكون مدود. اخت روميه طولي بالك علي. اذا حدا سال عني انا مش مطول راجع. وين؟ لا بحبه مع صيده. تفضلي يسلموا هالدقيق. ايه مد ايدك بايدي. ليش اشوف فيه؟ بعيت معلمي. يا عمي ايش عم نقول لك، هي من انا حرقت ايدي بايدي. هيدا معلمي. يا تحتيري. شبك شبك خايفه؟ تخبى تخبى. لا شو بدي اتخبى؟ اشوف فيه. تخبى انا بتخبى. تخبى انت. يو. طول بالك يو، جايين نفتح لك. نعم. مين حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ انا دكتور انعام. اهلا وسهلا. هو انا دواك. شو يعني دواك؟ شو مركزك هون؟ مركزك؟ انا جنينات. انت عشو مركزك هون؟ انا اخوها لصاحبة جنينة، اخوها لخطيبة الاستاذ بسام. ها دق يا دربك دق يا سنوش. إيه نعم انا الدكتور. نعم دكتور. اخ دكتور بحياتك ضرسي عم يوجعلك.
بس انا دكتور ادم ايش علاقه ونحن كمان ناس مؤدبين لك الاستاذ ما شفته هون هو بالمكتب ولا هون لا بالمكتب بالمكتب طيب اوروار وعلى ميت اوروار والستره والسلامه مع السلامه مع السلامه راح راح دخليك هذا اللي بيكون درسه عم يوجع وبيكون قله ادب كيف بتقله الاستاذ بالمكتب والاستاذ بالجنينه قولتيك لا دقت ايدي بايدك؟ ما قلت لك ما تدقى انا بنت مهذبه؟ اسم الله عليك ولا اسم والله قولي مين اللي بالمكتب لك؟ السكرتيرة انا انا السكرتيرة لا الاستاذ بسام غايب مش موجود ليه صوتك مبحوح؟ شو بالي؟ نعم انت عارف مع مين عم تحكي؟ ولك تطلع فيي انت واحد وقح مجنون ولك تطلع فيي ولك ليه عم تطلع فيي؟ مين حضرتي؟ انت شو دخلك؟ انا دكتورة نعم اهلا وسهلا نعم ابدا الاستاذ بسام صاحب المكتب بيكون سهرنا سهركم؟ كيف يعني صاركم؟ يعني خطيب أختي الأستاذ بسام خطيب أختك أهلا وسهلا تشرفنا تفضل تفضل يا دكتور بتصدي إذا قلت لك ما بعرف سبحان الله أول ما شفتك الهضم عم ينقط منك تنقيط يعني ما حد عارف يحكي على التليفون شهيدة بتسحر مرسي مين حضرتك؟ أنا السكرتيرة عجيب عجيب ليش شايفني مريضة يا دكتور؟ لا أنا دكتور أدب اسم الله اسم الله كيف التقى الأدب مع الهضم؟ إيه يا نيالها مين؟ اللي بدها تصير سعيدة وتحظى فيك بس عجيبة أنا بعثت له بنت غيرك لهون حتى يوظفها الأستاذ بسام بالمكتب وزعلت لأني أنا؟ لا إنما سبحان الله سبحان الله ما تقلي يعني باردون يعني من كلمتي مش معقول هالجمال انا اول ما شفتك قلت شو هيدا طلت بنت لانه مش معقول هالجمال يكون جمال شاب لازم يكون على بنت بنت ما تاخذني اقول بهالايام ما عاد تعرف البنت من الشاب صدق في ناس بيعرفوهم كيف يعني بخبروا نكته غميقه اذا انخجل السامية بيكون شاب واذا ما انخجل بيكون بنت شو رايك شو اسمك عجبتك لا بس بحب اعرف شو اسمي مدود يا ريت عنا لو ماني مستعجل وعندي شوية وقت كنا بنتعرف على بعضنا اكثر بكره الايام جاي بيناتنا ونلتقي اكثر لا بكره لا ما بقدر اجي لهون لان عم بتمرن على البيانو وين ببيت الاستاذ بسام انا ساعة كل يوم بعد الظهر وانا بكره بعد الظهر عندي فرصة وبحب كثير البيانو كمان انت بتحب البيانو؟ شايف يا جماعة للحب؟ إلي شرف معرفتك شكرا وأنا سعيدة كمان وأنا سعيد هالذكر وأنا سعيدة سعيدة ليلتي يسعد مساكم كنت ناطرة ايه مبين تفضل ليش تأخرت؟ انت خلص وقتك فيك تسربي على البنت باي باي عظيمي بنتي بتاخد العقل والله كلها أنوثة عجبتها؟ بتجنن يا عمي رح جن رح جن رح جن رح اخر واروح هيدي حبوبة ما كنت أحد يا بنت ولك يا بنت يا بنت يا شاب يا سكرتيرة نتور يا 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 أهلا وسهلا بالسكرتيرة يا أمي شو هالمؤهلات العظيمة هيدا يغزل عاد يغزل عاد قد جمال طول وفستان قصير وبعد كيف لو تشوفني بالفستان الميكرو الأقصر كمان طبعا يا يا
يا أم عندك كل هالمؤهلات؟ اسم الله. دخلك؟ نعم. وين الصانعة؟ ما بعرف، يمكن متخبية. خطية مهذبة كتير، تستحي من الشباب. انت وحدك هون؟ ايه. بتحبي تشربي وزكة؟ وزكة؟ ايه. مثل الناس العكابي. لك بس بقى يا نطول، هلأ وقت الوزكة؟ اسمعني قلك. عاش. انا معي موعد مع الاستاذ انعام هون. هون بالله؟ ايه نعم. وحتى يكون ضميري مرتاح وضميرك مرتاح، ايه، روح اقول للاستاذ بسام انه حتى يجي يشوفنا هون، لانه قل له كمان استاذ انعام ناوي يتجوزني. عش عن صحيح؟ ايه طبعا. ودفع الرعبون؟ بس بقى روح يا بطور، خلصني معه. يو 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 يو، هلا عم تحكي من عقلي؟ وحياتك من عقلي. روش روش، شيل هالمسؤوليه عنا. ايه معك حق، معك حق، معك حق. اش اش اش، عم تضحك علي؟ ايه، كيف بده يكون معك موعد غرام هون بالبيت وحضرتك لوحدي؟ ايه ولك يا عمي، يمكن يجي الاستاذ انعام، انا سامعه دعسه. روح شيل احسن ما تفسد هالخطه. ايه معك حق، معك حق. تفسد وينك وينك للحقيقه يا شيخه، انت نشيطه وانا حب بيتك. لك يا عمي روش. ايه ايه صحيح، روش روش. وينك؟ بدي اقول لك شغله، للحقيقة انت ذكية ذكية. ذكية ذكية بشكل ما تتصور. مش المهم يكون عندها خبرة البنت، المهم يكون عندها استعداد وخفة روح. ايه طبعا يا اخي، انا عجبتني عجبتني، ارتحت لها بالفعل. معلوم. ايه مع السلامة. الحقني يا معلم الحقنا. شو في؟ مانك عارف؟ لا. تارك الغرام ببيتك وقاعد ها؟ اي غرام؟ غرام السكرتيرة. كيف؟ ولك شو كيف؟ ولك هذا اللي ما اسمه ما بعرف ايش، اخو شو اسمه؟ ولك هذا انعام. انعام؟ ايه لحق من مطرح لمطرح. وعم يغوزلها وبدو يتجوزها وعطيها موعد عندك بالبيت. عندي بالبيت؟ نعم. مانك عري؟ هلأ حضرتها وحضرته عندي بالبيت؟ نعم. عال والله. قال شو فتح له البيت تيتعلم على البيانو. اه متعلم على الغرام. اه يا غشاش. اخ اخ على الغرام. اخ دويك. نعم. دويك. نعم. ماشي ابدا. اخ على غرام السكرتيرة. اخ شو بها السكرتيرة؟ ماشا بس بتدوخ مثل الوزكة. شو بتقصد؟ بقصد انه خفيفة واخت الرجال. كل البنات مثل بعضهم بهالايام. لا 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 ما تغلط يا معلمة، ما تغلط يا دواك. نعم. المرة تحررت من كل القيود بهالايام. بس بقوا يا ريتك كمان تتحرر من هذا اللي اسمه البناجيب. بدي اسرع من الشغل. لا حرام عليك، حرام عليك يا معلم. دويك حرام عليك. اخ على البيت خليك هون. ورايح ورايح رايح على البيت خليك هون. يوه على البيت. طيب واذا رجع الاستاذ على البيت وشافنا؟ مدود. نعم. تسمحي لي ابدي اعجابي فيكي؟ طيب وبركي رجع الاستاذ على البيت وشافنا؟ يرجع، ليش خايفه؟ بستحي والله بستحي. ما حدا غازلك قبلي؟ ليش شايفني مش على هالدرجة؟ لا مش قصدي، بس شوف حبيبي، إذا كان معك فلوس وناوي تتجوز ما في مانع، أنا بحب شجع الشباب الناهض. مدود. طيب قول قول. لكن أنا أختي بكرة بدها تتجوز من أستاذ بسام، بقى وأختي أكبر مني، وإذا تجوزت بتهون الأمور. صحيح. ايه ما عم بقول لك. طيب وبركي رجع الاستاذ بسام على البيت. مدود رح تضحيني بالاستاذ دائما، الاستاذ الاستاذ. ها رجع الاستاذ. نعم. انت هون؟ تلفنوا لك مرتين على المكتب، عاوزينك ضروري. صحيح انا تاخرت عن اذن. وانا كمان تاخرت. باي باي. مدود لعلمي انت بالبيت ومعك فرصه،
مظبوط، بس عزمني الاستاذ انعام لهون عشان يسمعني دقات بيانو. وسمعي؟ سمعني دقات قلبه. باي باي. مبروك. نعم. شو رأيك نعمل مشوار سوا بالسيارة؟ يا حبيبة أنا حابب نترافق. بس اليوم اتأخرت. باي باي. مبروك. نعم. ترافقي؟ بكرة بنلتقى. مدود. مدود. مدود بتروح ما بتعود تعرف ترجع. الله أعلم بكرة الناس شو بدها تحكي بحقنا. بنت بتروح وبتجي لوحدها. لا شو هيدا ولو؟ بتقدر تقولي لي وين كنتي؟ شو هيدا العرسين بدها الزينات؟ لا 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 كثير. نعم؟ أنا لازم نظم أوقاتي. يا حرام. مش معقول، أنا لازم خصص يومين بالجمعة للخطاب، ويومين بالجمعة للشباب الناشئين اللي ما عاد محددوا مستقبلهم. ما بيسوى لازم نظم أوقاتي. شو جننتي؟ أنا لازم أفتح مكتب لأصحاب الطموح. لمين؟ مكتب أفتح للشباب اللي طالعين ناشئين، اللي راكدين وراي بالدور، لحتى أختار واحد منهم بس لسعادتي. مدود، ما عاد في لزوم تظهري ورات البيت، ما بقى بدنا يشتغل بالمكاتب. لك نسيت خبرك. يا حرام يا حرام يا حرام. عن مين؟ عن صاحب المكتب. شو بو؟ لك بغار. بغار علي. بغار. بغار عليك انت؟ ايه على اختك مدود. هلا بدك اياني صدق انه بسام حب بنت مثلي؟ فرق بينك وبينه من السما للارض. اولا اصغر منك. ايوه هي اولا. ثانيا متعلم اكثر منك. ثالثا. ثالثا غني اكثر منك. رابعا كل قصده يسخر منك. تسمحي لي بالخامسة؟ تفضلي. الله لا يسمع منك. أنا بفهم أكثر منك. البابا والماما وصونا حتى نبقى محافظين حتى لو ما دق بابنا ولا شاب ولا عريس. شوفي أختي، أول شيء أنا من جهتي مش فارقة معي تجوزت أو ما تجوزت، أنا كل همي إنه يصير عندك صهر مشانك. ما بهمني أنا. مش مشاني أنا، مشانك أنت طبعا. ميشيل أنا ما نفرق ما نتزوجت أو ما نتزوجت، بس كرمالك. مثل ما بتريد. وكرمال أمها اللي قاعدة واحدة بالضيعة. مثل ما بتريد. بتحب نسكن بالضيعة؟ مثل ما بتريد. بتحبي نسكن ببيروت؟ مثل ما بتريد. يقطع مثل ما بريد يا عمة. ما في عندك كلمة غار مثل ما بتريد. أنا بنت كتير مهذبة. شو هالتهذيب هيدا بلوه؟ مانك من الناس. نعم. ما عندك رأى. نعم. طيب قولي لي رأيي. رأيي رأيك. يا الله يا الله، وعمر على هالتهذيب وعمر. وينيك؟ عندك استعداد تحلبي البقرات؟ مثل ما بتريد. عمران عمران وينيك؟ شو بدي أقول لك أكثر من هاك؟ تعرفي تغني لعبد الحليم؟ أنا بنت مهذبة. يا لطيف يا لطيف، عندك استعداد تسطحي مع أمتين؟ مثل ما بتريد. طيب وأمتين بتريدي نتزوج؟ ساعة ما بتريد. يقطع ساعة البريد وساعة المبريد. يقطعوا. يا الله. أنا علموني أكون مهذبة. اسم الله عليك، اسم الله عليك وعلى هالتهذيب. يقطع التهذيب ان شاء الله. تعرفة انت بتصل حتتزوجي من امك؟ نعم. عاش لك معلوم. انا بدي مره تكون على رايها، تعرف تنرفزنا، تعرف تقول لا، تعرف تخونقنا وكمان تحبنا. والتهذيب؟ يقطع التهذيب. في شيء كمان غير التهذيب بخاطري. لوين؟ رايح فتش عن وحده ما تعرف كلمة ما مثل ما بتريد. ونعم نعم نعم. يا رومية. نعم. شوفي مين. صباح الخير. صباح الخير.
استاذ مبلور. انا اهلا وسهلا. يعني شو ليش معذب؟ عذاب. تفضل تفضل استريح. اهلا وسهلا. انا جاي اطلب ايدك اليوم هيك بهالسرعه. معك اذن من البلديه؟ شو دخل البلديه؟ لا فكري يعني مشان تفتح شارع بالمستقبل لاولادنا. صحيح صحيح. بعرفك باختي روميه. شرف. حضرته بده بيكون الدكتور انعام. ايه انعام ما تستغربي. لازم نحدد موعد زواجنا باقرب وقت لاني مجبور مسافر انا بعد يومين. مسكين. يعني اذا وافقتي رح كون اسعد انسان. بس بدي افكر يعني بدك تتركني شوي. ما معي وقت. طيب الاستاذ بسام عنده خبر؟ لا ما حدا لا من اهلي ولا الاستاذ بسام عنده خبر. لازم نعمل زواجنا بالسر. او لك مين؟ ما بعرف. يا رب اغفرنا نحن خاطئين. ليكون الاستاذ بسام عنده خبر ولاحقك. دخيلي ما بعرف. لا ما معه خبر. رومية خبيه. ما بيصير يبين خبيه. ما بيصير خبي شب عنا بالبيت. لكن ما بيصير لك خبيه. طيب تفضل. صبحك بونجور. اتفضل. جايب السوق. علمة روحة الحلقوق. تاكلية بالهنا والصحة والسعودة. جايب هدية؟ نعم. وكمان بدي اوه بك نفسك. صحيح. وحياتك. ليك انا جاي اسأل. انا دواك من مواليد 32 ميلادية. عبضوي باسل لحضرتك. رومية. نعم. صاروا ربع دزينة. بتظني عدد متواضع مش هيك؟ شو وافقتك؟ شوف حبيبي. نعم. بدك تجيب سجل عدلي وورقة شهادة ميلاد وورقة حسن سلوك وثلاث صور وتقدم طلب. عاش يا عمة. انا زوجت البقرة بالزراعة ما قدمت لها طلب. وعندي انا بدك تقدم طلب. واذا قدمت طلب بتتزوجينا؟ والله في امل. ها في امل. لا 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 ما عاد في امل ابدا ابدا ابدا. انا فسخت خطوبتي من كلها وانتهى كل شيء. على كل بعدين بخبرك. مع السلامه. مدود. هلو. جاي بكير مبين. سيدنا في شيء؟ سيدنا والله بستحي كيف بدي خبرك. وليش تستحي؟ استاذ. نعم. والله بستحي استيل. نعم. لو دير وشك شوي. دير وجهي؟ ايه. استاذ بدي اتجوز. بدك تتجوزي؟ ايه اتجوز. وجاي لعندك بكل تأسف وتأثر قدم استقالتي من مكتبك الحنون. ومن هو صاحب هالحظ السعيد؟ الدكتور انعام. انعام؟ ايه. اخوها لخطيبتك. اجا اليوم وطلب ايدي. ووافقتي؟ اجا كتار غيره طلبوا ايدي ما كنت اقبل. لكن انت بتعرف حياة البنت. ايه. وانا كمان فسخت خطوبتي عن كل قد. صحيح. صحيح. ايه. الله نور لك عقلك اخر لحظة. يمكن. وهلأ بتأمرني بشي؟ لا. الوداع. باي باي. مدود. نعم. خليك شوي. انت بتعرفي انه المكتب وانا تعودنا عليك وحاسس انك صرتي قريبه لقلبي. قول انا كمان مش بطاله يعني. شو رايك تتجوزيني؟ اتجوزك؟ ايه تتجوزيني. اتجوزك؟ موافقه؟ استاذ بسام اتركني فكر. اذا وافقتي اضب اغراضك وانا ما ناطره عم بالمكتب. بس لحتى اخبر اختي. باي باي. موافقه موافقه.
بيتي وين اواعيي؟ شوفي هني لي يا اختي راح اتجوز. تجوزي من مين؟ من الاستاذ بسام. مش معقول. لا شيء مستحيل على الارض. بسام خاطب. فسخ الخطبه لاجلي. لاجلك انت؟ ما تستغربي يا اختي، الايام تغيرت. اليوم البنت المتعلمه لازم تبرز علمها ضمن اطار حريتها. صرتي فيلسوفه كمان. لازم البنت تروح وتجي وتظهر، المهم انه تحافظ على كرامتها وتحفظ نفسها. هي اول مره بسمع منك هالكلام. وشباب اليوم ما عاد همهم البنت، ما عاد همهم البنت شيء ابدا الا يشاركوهم بافكارهم وبعلمهم وبانفتاحاتهم على المجتمع. ما عاد يهمهم المرأة انها تكون صحن صيني محجوز بواجهة بيوتهم. لكن نحن مرتبطين بمجتمع. ايوه مجتمعنا سيد الطريق بين البنت والشاب. والحب؟ ها الحب، الحب ضايع ورا خوفنا. راحت يا اختي الايام اللي كانوا يخافونا جدودنا ويقولوا عن الشباب انها الدياب مفترسه. صحيح معك حق. والايام تقدمت يا اختي، الانسان وصل على القمر، عصر التكنولوجيا. ونحن بعد عادتنا وتقاليدنا مجدودي لورا. معك حق. وهلا يا اختي بخاطرك بتمنى لك نصيب مثل نصيبي. يعني رح تتركيني؟ طول عمري اسمع نصيحتك، صار لازم اليوم تسمعي نصيحتي. ما بدها تتزوجني مدود. بدها تتزوجني مدود. ما بدها تتزوجني. بدها تتزوجني مدود. ما بدها تتزوجني مدود. بدها تتزوجني مدود. هنيني يا دويك هنيني، إلي مبروك مدود. يا 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 أهلك مبروك وستين مبروك دويك. أنا رح زود لك معاشك 50 ليرة. هلا اللي بيتزوجك قالوا معاش؟ لا لك لا يا غشين. عش عش مانك جاي تتزوجينا؟ لا أنا تزوجت معلمك. معلمة؟ ايه؟ الأستاذ بسام؟ هو زيته. هلأ أنت صرتي معلمتها؟ نعم. والله عن إذنك راح أغير تيبي. وأنا معلم العريس بالكراج عم يصف الكار. ها عشو هالانقلاب هذا؟ يوه هلأ مدود صورت معلمتها؟ والله لا أرجع على الضيعو. وخبر امي حكايه ذكاء ومفهوميه. عش لك ايه؟ وبدي خبرها كمان عن هيدي البنت اللي اسمها مدود.